بالكلام اللي بقوله. طيب وش السالفه يا احمد؟ بقول لكم السالفه. امس البث تكلمت على الموضوع. يا جماعه ركزوا معي وصلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. انا احمد شونغ اكس بونغ، عندي قاعده جماهيريه كبيره اللهم لك الحمد. جلست اول امس يا اخوان بيني وبين نفسي قبل انام وقعدت اسال نفسي سؤال، والله ما اكذب عليكم، قلت احمد انت عندك قاعده كبيره مره، لو جاك سؤال ايش قدمت لهم؟ ايش سويت؟ ايش بيكون ردك؟ قعدت افكر مع نفسي وقعدت اقول انا سويت انا ما سويت، مو بلازم اقول لازم اقول. خلصت الموضوع اللي ابغى اقوله لكم. ممكن اكثر شيء بقدر افيد فيه الناس اللي قاعد طالعني هو النصيحه. يشهد علي رب العباد ان كلام في خاطري فائده لكم والمصلحه لكم في النهايه، انا ما مستفيد. يا جماعه القاعده الجماهيريه الكبيره اللي عندنا يا احنا يا الجيمرز اغلبهم جيل جديد جيل طالع. هذه نصيحه قلتها لاخوي فيصل واقولها لكم لكم بحسبه اخواني ويشهد الله علي. حاليا يا حبايب القلب نسبه كبيره من الجيل القادم عندهم جوالات وسوشيال ميديا وحسابات ويدخلون ويشوفون اشياء كثير مره. هذه الاشياء لازم تعرف عزيزي المشاهد ان مو اي شيء تشوفه معناته انه عادي، معناته انه طبيعي، معناته انه صح. لا، في اشياء ممكن تصدم انك تشوف عليها تفاعل، اقبال، ضحك، لايكات كثيره، تقول انه شيء طبيعي وعادي ويصير. احيانا تشوف مشهور انت تحبه وتحب المشهور هذا لكن يسوي حركات ممكن انا اسويها، اغلط غلط معين، اقول كلمه غلط، اسوي تصرف غلط، مو معناته اني اذا انا مشهور انا معصوم. كلنا نخطئ يا اخوان، في النهايه احنا بشر، فالواحد يغلط. مو اي شيء تقتدي فيه وتعتبر انه صح او انه حلال او ان هذا الشيء عادي اي واحد يسوي. اللي اقصده من كلامي ان احيانا انا اتفرج يا جماعه في التيك توك، بعطيكم قصه سريعه صارت لي. كنت اتفرج بالتيك توك يا جماعه الخير، قاعد اشوف الترندات اللي تطلع لي، وفي اشياء في اشياء كثير ما اقدر اطلعها بالمقطع قدام الناس، ما ابيش موضوع يعني الناس تستبسطه لانه مو بسيط الصراحه. فاشوف ترندات اللي يتكلم مثلا عن حبيب وحبيبه، ولا اللي يجاهر بحاجه سواها وهي غلط. اللي بوصل لك مهما شفت قدامك مو معناته صح، هذا سوشيال ميديا مفتوح للجميع. انتقي الشيء اللي طالعه سواء بسوشيال ميديا او خارج السوشيال ميديا، الصحبه ثم الصحبه ثم الصحبه يا جماعه. انتق اخوياك او انت عزيزتي المشاهده، انتقي صحباتك. الام والاب عليهم التاسيس، تاسيسك في بدايتك، لكن انت مع مرور الوقت الصحبه والبيئه اللي حولك هي اللي بتاثر على شخصيتك. اعرف تخاوي مين الخير. عزيزي المشاهد او المشاهده، انتق خويك، ركز معي، انتق قروبك، الناس اللي تخاويهم، اعرف ان هذول اللي انت معاهم راح تطلع وتكبر، اعرف هذول اللي بغيرون شخصيتك يا للافضل او للأسوأ. ممكن في بعضكم يطالعني راح مدرسه جديده او انتقل من المتوسطه للثانوي او دخل في مرحله جديده، والاخويه والاصدقاء يتغيرون عليه، فاسمع هذه الكلمه والله اني قلتها لاخوي فيصل، والصدق اني انا يا احمد مطبقها مع نفسي، ما ابغى اطيل عليكم الكلام بس بلخص لكم اياه، اخوياك وصحبتك احرص عليهم. وخاوي الشخص القريب من ربه، الشخص اللي ما يفرط بالصلاة، إذا جاء وقت الصلاة عطاه حقها، اعرف إن هذا الإنسان قلبه نظيف متربي صح، اعرف إن هذا الإنسان مستحيل يظلمك ويبليك لأنه يعرف ربه زين، لأن أهله ربوه، شخص قريب من ربه يصلي خاوه، اعرف إن هذا الصديق الصح، لكن واحد بعيد من ربه الله يهديه، حاول إنك تبعد عنه، مو بشرط تهجره وما تكلمه، لكن علاقتك ما تكون قريبة فيه مرة، وما أخفيكم الشهادة قلت لفيصل أخوي وأقول لكم أيضاً أنتم، عموماً القصة يا جماعة الخير. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تدفع البلاء، الصدقة توسع الرزق، وما نقص مال من صدقة. يا جماعة الخير تعودوا دائما تتصدقون لأن معجزات الصدقة لا تنتهي، وفي قصة بتنزل لكم بعدين عن الموضوع هذا وأوعدكم أنها لتشيب روسكم. فإذاك أنصحكم بتقوى الله وبر الوالدين، أكيد حرصوا على بر الوالدين، لا تشغلكم الألعاب عن بر والديكم وعن صلاة ربكم سبحانه وتعالى. بس الله لكم التوفيق في دنياكم وفي أخراكم، ونجمعني وإياكم مع أحمد اللهم آمين مع مصورنا عظيم. يا جماعة الخير حياتكم لتصير أفضل، وراح تبدعون أكثر، وراح تنتجون أكثر، وراح تشتغلون في عملكم أكثر، وراح يصير أسلوبكم ونمط عيشكم أفضل مليون مرة. حتى الناس اللي حولكم راح تلاحظ الفرق عليكم، راح تحس أنكم مليانين حياة. خلوكم دائما تدريبكم أنكم تكونون عايشين في اللحظة. لما تصلي خليك حاضر وانت تقرأ صورة الفاتحة، يشرب ذهنك ارجع، يشرب ذهنك ارجع، خليك دائما في اللحظة اللي انت فيها. لما تقرأ صورة الفاتحة، لما تركع، لما تقوم، خليك واعي. هذا الخشوع، هذا الخشوع لما انت تكون واعي بكل شيء قاعد تسويه وقت الصلاة، هذا خشوع. فطبق الشيء هذا على حياتك كلها. انت لما تاكل خليك واعي، خلي هذا تدريبك من اليوم للفترات الجاية. الشرح والفهم سهل جدا، لكن التطبيق يحتاج انك تدريب، يحتاج منك تدريب حبه حبه. انت بتلاحظ انك قاعد تصير افضل 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 افضل. ايش فائدتنا احنا كمسلمين وكاخوان؟ ان لما يجي الشخص يحيد نمسكه، نوريه، نصحح له، نساعده، ما نقلل ونحقر ونسب ونشتم ونقذف، لانه الشيء هذا
بيخليه يزيد نفورا منك وبيخليه يزيد كرهم فيك ويخليه ما عاد يسمع لك، ما عاد يبغى يسمع كلامك، ما عاد يبغى يسمع انت ايش قاعد تقول له، فنصيحتك ما عاد راح يصير لها اي تاثير ابدا. اللي حصل حصل وما تقدرش تغيره. صح صح غلط. لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. بص يا ابني ايوه عد ظهرك للدنيا بعدين قعد كذا لحالك ما حد حولك، انت بقادر تبني عمرك، ما انت بقادر تعتمد على نفسك، ما انت بقادر تتحمل اي مسؤوليه. ليش؟ لانك اعطيت ظهرك للدنيا. هذا اكبر غلط انك تسويه اساسا، انك تعطي ظهرك للدنيا. بالعكس، الدنيا فيها زين فيها شين، لكن انت تعرف كيف تعتمد على نفسك، كيف تبني عمرك من الصفر. دق نصيحه محب، لا تعتمد على حد في هذه الدنيا، اقبل الله وتوكل عليه. ومهما ايش كنت انت من شخص، كلنا مقصرين يا اخوان، كلنا مو بملاك منزلين من السماء، كلنا ناس يعني لنا سلبياتنا ولنا ايجابياتنا ولنا ذنوبنا، ولعل عسى رب العالمين يغفر لنا. انا جالس اقول هذا الشيء لان ادري ان في عدد كبير من الناس صغار بالعمر لكن كبار بالعقل بيفهمون كلامي. حط في بالك، حط في بالك لا تتحطم من اي شخص كان هذه الدنيا. لا تضيق صدرك، بسط الدنيا، كلنا مجرد اختبار، مجرد اختبار في كل تفاصيل نسويها. وبرضو مهما ايش كانت سمعتك، او تمشي جنب النملة وانت راضي ربك متكل عليه وراضي والدينك، وانت واخوياك واصحابك واصدقائك واللي حولك واثقين فيك واثقين من الله سبحانه وتعالى، وانت واثق من نفسك، صدق انك بتشق الدنيا مهما ايش، وحطوا لك حواجز العالم او حاولوا يهدمونك. نبرو بالخير، انت عيش لنفسك، عيش لذاتك، اعرف ابن عمرك. هذا الكلام وجه للناس اللي تضايق على اسباب ما تسوى. صدق ان شاء الله يعني فتكم بالكلام صح. الله يعني شغف ينتهي، ومستحيل ان الشغف ينتهي الا بنفسيتك، فلا توهم نفسك. الشغف يطاح، نجلس جلسه في الدس عددنا 5، يلا نجلس، والله يا شباب مليت، يجيك واحد طاقته سلبيه، ايه من جد تعب ما ادري ايش، يجيك الثاني لا والله حتى انا في البطوله خسران ما ادري ايش، والله لا اترك اليوتيوب، انا ايش تعبيني يا اخي، انا ناقص تعبيه، ابي احد تعزز، يمكن تعزز حتى في الكلام. انا كيف اتحمس قبل لا شفت فلان وفلان وعلان، شوف هذا كم يطلع، شوف هذا كيف مشاهداته، شوف هذا كيف افكاره، انسى ان الشغف راح مني وانسى ماني عارف ايش، وارجع اكمل. امورك النفسيه اهم شيء، خل كل عيش اللحظه، اكثر الدكاتره يقولون عيش لحظتك، عيش لحظتك. قبل بدر يمسك قناة الفريق بدر تعرفون بين كيلر، كان بدر ما يعرف أي شيء في صناعة المحتوى، وكان يلاحظ أني أنا كنت أمسك مقاطعي وأصممها وأقصقصها ثم أرفعها للمصمم حقي، وفوق هذا كله أمسك البثوث وأمسك كل الشغل كامل، ويكون علي ضغط. كان يسألني ليش تصمم وعندك ومنتج، فكنت أرد عليه بشيء، إذا تبي تصنع مقطعك من الألف إلى الياء لازم أنك تشرف عليه كامل، مقطعك لا حد يمسكه غير، عطى ممنتج، ولكن إذا خلص أمسكه من الألف إلى الياء فصفصه كامل. ليه أقول لك الكلام هذا؟ بما في اساسيات في المقاطع لازم تكون موجوده، ولازم انت يا صانع المحتوى تشرف عليها. رتم المقطع مهم، انك تبدا مقطعك في حاجه غير انك غير فكره المقطع، غير الحماس والصياح واللعبه الجامده، في اشياء اهم من هذه كلها. كيف تخلي المشاهد يبقى في بدايه مقطعك وما يطلع، تكسب واتش تايم عالي. الشخص اللي يشاهد نفس هذه الاشياء وهو يعني تمر عليه بيومه بشكل كبير، ايش ممكن يفعل؟ اني اطالع حاجه غلط، ايش الشيء اللي ممكن ابادر مني؟ هل أبلغ، أتكلم، أنتقد، أسكت، أدع الشيء؟ إيش الشيء الصحيح اللي ممكن أسويه؟ هو في شيء في جانبك وفي في الجانب الآخر، يعني في جانبك أنت تتقي الله تبارك وتعالى وتتذكر قول الله تبارك وتعالى، قل لمن يغض من أبصارهم وقل لمن يغضض من أبصارهن، فغض البصر هذا أمر مطلوب. الأمر الثاني أنك يعني تسأل الله دائما أن يحفظك سبحانه وتعالى من الوقوع في المعصية وغيرها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، امانا من الرياء، وسيتنا من الكذب، وفروجنا من الزنا، وعنا من الخيانة. فأن تدعو الله تبارك وتعالى يثبتك. الأمر الثالث تناصح الناس، اتقوا الله، هذا لا يجوز، هذا كذا هذا كذا. هذه الأمة أمة يعني أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب هذه الأمة التي أخرجها الله تبارك للناس تميزت بهذه القضية، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ترك هذا الأمر ضاعت الأمة، وذاك يجب أن يبقى في الأمة قلب نابض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا دورنا.